خير امي واش رايك؟ خير خير لاباس؟ خير امي واش حاجة؟ واش رايك؟ السلام عليكم لاباس؟ السلام عليكم فين هاد؟ وكاين عفوا واش راك؟ لاباس غاية الحمد لله وانت؟ تاكل الحلوى ولاد؟ نعطي لك حبة هذا القاطو القاطو اي تاكلش خلي حبة خيران هو خير هو ان شاء الله امي ان شاء الله ساعدك ان شاء الله ان شاء الله واه سلام خيال لاباس يا كردو ليدي تاخذو تاخذو خيال واحد هذيك المسكينه عوينه وحب الوميه انا نوميلها برك تشوف احمد روحها بظفرها محيطه على كوش ها ظفرها هي العين هذه هكا احمد روحها راها المم بيض ها قولها واش تبغي راكم عايشين هنا خويا ها مكتوب ربي ها واش تندير هذه مكتوبي راني ذلي ساعه وانا هنايا ها خايبتنا هذوك ولاو يجيبوا لنا الفطور انا والله لا فرحت سابقا الحال كنت البصله ندير على ثلاث مرات على مرتين والخضره عزيزه ما نسواوهاش ما كاش الدور وكان هذاك كان ما كان ما عندوش ودرك وما هوش لي حق درك وما كاش تاع عنده ما انا كاش انا بطاله انا ما عندي والو وهي عندها هذيك 400 تاكل انا ناكل منها انا وياها وهو درام راه يشري مدوى راه يشري مدوى هذاك ما يخطيش الدواء واللي مرض ما نلحقوش الدواء حنا ما نلحقوش الدواء ما كاش كيما انايا نسلف ولا نبكي هكا ربي برك نقول لهم هما يعاونوني ولا ما نشري الدواء انا ما كاش هنا عيني راني دايره 7 عمليات وتشوفي عين واحده واني قاطعه ليا كي نفشل وكن مرض وعندي مرض قلبه وما يخطينيش ذاك الدواء كاع ها راه وين الدواء ما يخطينيش الدواء انا 65 في عمري واش راكي باغي 65 عمري انا والله يا انايا اللي بكيت على عمره وربي ما لحقناش السكنة ما كاش الصحة ما كاش ما لح أنا والله لا باغية عمرة والله لا نزهة كي هكا الناس يقولوا رانا رايحين للعمرة ورانا لاباس علينا بصح أنا قلبي كيشيش أنا ما عندي باه نطير ولا باه نوين وهاد الوالدة اللي هنا راهي بحاجة إلى مساعدة رانا كون ما نقدمولهاش الفطور ولا السحور ولا ما عندوش مين يجيبو كما نجيبو لهمش القفه هذيك في رمضان ولا ابري ما تما ما عندوش مين ياكلو ولا ما عندوش قامين يصرفو تما ما كان ني شهريه ني والو زيد عندها رب المنزل شغل مريض يعني اونديكابي في الفراش ما ينوضش وزيد ثاني عندها بنتها ثاني نفس الشيء يعني في الفراش ما تقدش تخدم ما تقدر دير والو هي ودي الوالده شغل ربة عائله وهي اصلا مريضه وبحاجة إلى المساعدة نطلبوا من أهل الخير اللي عنده يقدر يعاونها ولا يعاونها بشي اللي يقدر عليه في وجهه في سبيل الله أنا وش نقول لكم صلى الله في القرآن صلى الله في العلماء شق سيرك من درار صغار في العلم ما طلعوا لكم صغار هذا اللي نقول لكم ويجعل عيشكم بالصحة والشر وطول العمر ويرضي الوالدين عليكم